والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإسلام، سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، القرآن يهدينا في ساحة الإيمان. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعل الكفار واليهود والنصارى غنيمة للمسلمين يا ربنا يا كريم. عندي أمل في هذا اليوم ستشرق يعني شمسه إن شاء الله،